الكواليتي بتاعت اللعيبه لافته جدا للانظار، يعني تفصيله كده صغيره ان اغلب اللعيبه اللي انضموا للنادي الاهلي مؤخرا من خلال الميركاتو الاخير ده ما كانش كلهم، كل واحد فيهم على حده عنده قدره ان هو يؤدي بامتياز في اكتر من مركز. الى اي درجه التفصيله دي ممكن تريح موسيماني نفسه وبالتالي بقيه اللعيبه؟ بص يا استاذ كريم، اي مدير فني بيبقى عنده لعيب شوكر او اتنين بيحلوا له الالغاز، زي حمدي فتحي، زي كان قبل كده احمد فتحي، زي السوليه، في حلول زي رامي ربيعه. انت دلوقتي بتقول كريم فؤاد باك رايت باك ليفت هاف رايت، عمار راجع هاف رايت هاف ليفت باك رايت اللي هو الخامس في نص الملعب، احمد عبد القادر يلعب رقم 10 يلعب في نص الملعب ديفندر، لازم يكون عنده الامكانيات والقدره انه يؤدي ده، بيريح ذهن المدير الفني ويريح زمايله كمان اللي اضطروا فترات سابقه يلعبوا في مراكز غير مراكزهم الرئيسيه. يبقى كده اول ما نقول الكلام ده نقول اكرم توفيق، لما نجيب الكلام ده نقول اكرم توفيق بصفه خاصه. طبعا احنا ما حسيناش ان بكره النادي الاهلي في تعثر لاصابه محمد هاني لان اكرم، ما حسيناش ان اكرم في بطوله طوكيو ديفندر بيلعب لوحده، ما حسيناش ان ما عندوش مشكله. طبعًا. لو قلت الاكرم وقف جون هيقف جون. صحيح. احنا اتعلمنا كده في النادي الاهلي، اما يطلب منك سمعا وطاعه وانت مقتنع انك انت هتادي، انت بيجي لك احساس داخلي ان النادي الاهلي كيان كبير قوي، هو الاسم بقى داخلك عرف رسمي، ما تدورش، مش اختياري ده اجباري، احنا بنحس بكده اللي دخلوا النادي الاهلي وحسوا وعاشوا جوه جدران النادي الاهلي.